يا اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامج كيبورد، حلقه جديده باخر ما تم تداوله في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي. نبداها بابرز العناوين. مرض الكوليرا يفتك باهالي عدن. انا نازل هاشتاج يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. ميليشيا الحوثي والمخلوع تغير أسماء طلاب المدارس. سامسونج تستبدل جالاكسي نوت 7 في المطارات. حلو أحب أسلوبك إذا نصبك. وضيف فقرة الاستضافة والأسئلة السريعة لهذه الحلقة الفنان الشاب محمد الأنسي. يواصل وباء الكوليرا حصد أرواح العشرات من أهالي العاصمة عدن وسط صمت محلي وعجز حكومي في مواجهة الوباء المنتشر بقوة بالمدينة، وخاصة في مديريات كريتر والمعلا ودار سعد، حيث تجاوز عدد الضحايا بالمئات ما بين وفيات وحالة إصابة خلال أقل من أسبوعين، على ظهور الوباء القاتل الذي يفقد الإنسان كافة السوائل الغذائية بصورة خطيرة تؤدي لوفاته بغضون 3 أيام ما لم يتدارك نفسه ويلحقها بمغذيات ومحا للإرواء كفيلة بإنعاش عروق نبضه نتيجة العدوى المنتشرة بشكل مخيف ومقلق لجميع سكان مناطق عدن. الموضوع كالعادة أثار قلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأنهالت المنشورات منشورات التنديد والإغاثة. ونبدأها بأول منشور للناشط زيد السلامي بيقول: وباء الكوليرا يفتك بأبناء عدن وكل يوم ينتشر أكثر، ورئيس الحكومة ووزير الصحة ونائبه ولا لهم حس ولا خبر، وكأن الأمر لا يعنيهم. متى تتحمل هذه الحكومة مسؤولياتها تجاه المواطنين؟ أقل شيء من جانب إنساني وأخلاقي. وإلى فيديو انتشر يتحدث عن المشاكل التي تعاني منها عدن فنقله الكثير من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي. عمله شاب ولقى صدى كبير، خلونا نشوف جزء منه. طيب الشعب ده إيش وظيفته؟ يدخل الفيس ينزل لك 2 منشورات يوقع على قلبك ويخرج، يمشي بالشارع يصور المقارق، الكهرباء مقطوعة، هذا يبسط هنا، هذا يعمل كده، الكتب ما فيش حق المدارس. مهمة المواطن داخل عدن يدخل الفيس نزل منشورات بس، انه يتحرك، انه يعمل وقفات احتجاجية، انه يطالب بحقه، ده شيء محرم عنده، كأنه مش عايش داخل ده الكوكب. تحس انه عدن دي كله معه بحسابه بالفيس بس، بالشارع حتى مكمل يتناقشوش بدي الامور. الفيس انا عارف انه يعني متنفس وانه واحد يكتب لي اشتي وخرج اللي داخلته، بس يا اخي انت مضطهد، انت باقي لك 3 أيام بتموت، اكثر من كده ايش عادك تسوي؟ قد المرض هذا اذا الحين بس خفت الادويه وما عاد فيش ادويه بيموتوا نص سكان عدم منه. صحيح ما قاله سامي، ومن مرض الكوليرا عافنا الله واياكم من كل شر إلى اليوم العالمي للمرأة الريفية. طبعا لم تكن لهذه المناسبة أصداء واسعة كمثلها من المناسبات، ولكننا هنا بكيبورد حبينا نحتفل ونبرزها كيوم مهم للمرأة الريفية وخاصة اليمنية التي تبذل الجهد وتواصل كفاحها رغم الحرب والدمار والحصار. انتشر هاشتاج عالمي بهذه المناسبة وهو هاشتاج اليوم العالمي للمرأة الريفية. مثل ما انتم شايفين هذا هو الهاشتاج في الفيسبوك. زي ما شفتوا الهاشتاجات كثيرة والمنشورات كثيرة، اخترنا لكم منشور لصديق البرنامج بلال مغرم الذي كتب عن هذه المناسبة. بلال مغرم قال: خذي كل الأيام يا سيدة الزمان والمكان، وليس يوم فقط، اليوم الدولي للمرأة الريفية. والإعلامية المتألقة هديلة اليماني كان لها تقرير خاص عن هذه المناسبة في قناة الجزيرة، واختصت به عن المرأة الريفية في ريف تعز. خلونا نشوف جزء من هذا التقرير الجميل.
المرأة في الريف اليمني هكذا تبدأ يومها بأعمال شاقة. حوريا وصديقتها نعمة تقومان بحصد المحاصيل الزراعية منذ الصباح الباكر، فالعمل في الأرض أصبح جزءا مهما في حياتهما. فلا تجد المرأة هنا إلا أن تسلي نفسها بأهازيج شعبية تعبر عن حالها وترفع في الوقت ذاته من معنوياتها لتستمر في العمل بنفس وتيرة النشاط. هل ما تعب مشي بعدي أحصل لك شخص مطاعك. فالوضع الاقتصادي المتهالك وازدياد مساحة الفقر والجوع بالإضافة إلى تدني مستوى التعليم. أعان الله المرأة الريفية في كل مكان، ومن اليوم العالمي للمرأة الريفية إلى حملة أنا نازل اللي نظمها مجموعة من الناشطين، وكان من المقرر الاحتجاج لتردي الأوضاع المعيشية، وقد منعت ميليشيا الحوثي وصالح هذه الاحتجاجات وقمعتها وأطلقت النار تجاه المتظاهرين اللي استجابوا لهذه الحملة اللي بدأت بهاشتاج بوسائل التواصل الاجتماعي بعنوان أنا نازل. هذا هو الهاشتاج، زي ما تشوفوا لقى صدى كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. من هذا الهاشتاج اخترنا لكم كثير المنشورات كثيرة حول هذا الهاشتاج. اخترنا لكم منشور للصحفي عمر العمقي. عمر العمقي بيقول: صاحب العمارة وصاحب البقالة وبائع الخضروات والدقاق والحلاق والفرن والمقوت، وكل من يشتي زلطه يجي لها بكرة لحديقة الثورة. تشتي زلطك؟ قلت لها ولا معك غير انك تتفلسف وتشغلني وتدحسني ليل ونهار. هاشتاج انا وانت نازل. ومن حملة أنا نازل إلى الهدنة، فمن أول لحظة لها صارت الهدنة اللي أعلنت عنها الأمم المتحدة في اليمن موضوع للسخرية لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي. الموضوع مش سحل ولا شعوذة، صارت عندها خبرة كامل بتعامل الميليشيا مع أي هدنة، وهذه الهدنة رقم 6. نشوف كيف كانت الهدنة لدى ناشطي الفيسبوك. أول منشور حول هذا الموضوع لأحمد شوقي أحمد بيقول: بالله حد يقول للهدنة تنقص صوتها شوي، مش مليح الفضايح. منشور آخر حول هذا الموضوع أيضا للناشط توفيق الشعبي يقول: إلى ولد الشيخ وبنت الشيخ أيضا. تزداد أصوات مدافع الهدنة في تعز مع مرور الوقت منذ بدأ السريان، فتعلو أصوات الانفجارات تباعا كلما مر الوقت. وأحمد أحمد باشا كمان المصور في أرض المعركة كتب كمان، قال: هدنة ساخنة كما جرت العادة. خيرة الله، كثرة الهدن والخارق واحد. وإلى طفل في 7 من عمره من سكان إحدى مديريات محافظة المحويت، رايح المدرسة لكن رايح المدرسة في زمن ميليشيا الحوثي، وهو اسمه سلمان، وعاد لأهله وقد تحول اسمه إلى سليم بأمر من مدير المدرسة ووكيلها، وإلا سيتم فصله. هذه الحادثة أثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليمنيين بشكل كبير وكتبوا عن الموضوع. اخترنا لكم منشور للناشطة فاطمة الأغبري. فاطمة الأغبري بتقول: شر البلية ما يضحك، الحوثيين في المحويت يرسلون برسالة إلى والد الطفل سلمان يطلبون منه بتغيير اسم ولده إلى سليم أو أي اسم آخر، وإذا لم يتغير لن يقبل في المدرسة. هل رأيتم إلى أين وصلوا بغبائهم؟ من صدق شر البلية ما يضحك، وكل واحد يروح يغير اسم ابنه من الآن. وما زلنا عند ما تقوم به ميليشيا المخلوع والحوثي، فالأحداث كثيرة. فأنباء عن طواف عناصر نسائية من ميليشيا الحوثي إلى المنازل بصنعاء لإحراج الناس اللي مش لاقين يأكلوا، للتبرع للبنك المركزي زي ما قال السيد.
كان مثار سخط وسخرية أيضا من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. في البداية قالوا مش معقول، وبعدين تواردت التأكيدات وتعالوا نشوف كيف علق الناس عليها. نروح لمنشور منير الوجيه بيقول: ادي الخرس أو الخاتم، نساء حوثيات يطرقن الأبواب يقولون السلام عليكم. وعليكم السلام، تبرعوا للسيد، الله كريم ما في معانا راتب، أدعي لأمك يما تعالي أتبرعي للسيد، ما في معنا، ادي الخرس أو الدبلة اللي في يدك، الأم الدبلة دي ما بعتها وإحنا محتاجين كيس البر، كيف بعطيها لك أنت والسيد حقيقة، الله معك. والفعل صادروا حق الجميع، حتى الشحاتين ما عاد شافوا بعد الحوثيين خير. منشور آخر لمحمد الربع بيقول: بعد المجهود الكبير الذي بذله أخواننا الزنابيل في جمع تبرعات للبنك، نهني أخواننا القناديل الذين استلموا رواتبهم اليوم. أما بقية موظفي الدولة فالترتيبات جارية لإرسال لهم صور للراتب عبر الواتس، يحطوها خلفية لشاشة التلفون نظرة ولو بدون راتب، أو حتى صورة له من بعيد. كما قال مدرب التنمية البشرية الحوثي: الراتب هو مجرد إحساس داخلي ينتابك نهاية الشهر، تستطيع التخلص منه في نص ساعة وتخرج بعدها تشحت. منشور آخر لأماني علوان حول هذا الموضوع أيضا بتقول: كثرتوا بملأ أستحوا، ماذا تبقى لنا لنتبرع؟ نتبرع لكم بالفقر والجوع والمرض والبطالة والموت، أم نتبرع لكم بالجحيم الذي نعيشه بسببكم؟ أوقفوا هذه الرسائل الغبية ويكفي استعباد. وإلى تركيا، حيث فاز المتسابق اليمني أواب غانم في سباق الدراجات الهوائية على مستوى تركيا في سباق 43 كيلومتر، وقد حصد المتسابق العربي الوحيد أواب غانم على المركز الثاني على مستوى فئة الفتية من بين 404 مشارك. هذه صورة أواب وهو حاصل على المركز الثاني، نقول له ألف مبروك يا أواب، شرفتنا وشرفت اليمن بكله. وإلى آخر أخبار التكنولوجيا والتقنيات، وبعد قرار منع استحاب هواتف جالكسي نوت 7، وضعت شركة سامسونج أكشاكا لاستبدال الهواتف في المطارات حول العالم لمنع عملائها من استحاب الهاتف الخطر خلال رحلاتها الجوية. وتتمركز هذه الأكشاك قبل نقاط الفحص الأمني داخل المطارات، ويستطيع مالك أي هاتف جالكسي نوت 7 استبدال هاتفه بتلفون آخر من سامسونج لم يحدد نوعه. ومن أخبار التكنولوجيا إلى الفيديوهات اللي انتشرت هذا الأسبوع وتداولها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اخترنا لكم منها فيديو كليب لشباب تعز بعنوان شبح الحصار، أغنية من غناء الفنان خالد البنا، نشوف جزء منها. نامت على حريتي وصحت على شبح الحصار، لله دار مدينتي صبرت وطال الانتظار. نامت على حريتي وصحت على شبح الحصار، لله دار مدينتي صبرت وطال الانتظار. دون المدائن كلها دفعت ضريبة صمتها، دون المدائن كلها دفعت ضريبة صمتها. فكان أن غطى على أركانها شبح الدمار. قلب تعز قد نفى، فكان حلم الانتصار تفوق صار. مقطع آخر لممثلة جزائرية تقلد لهجات يمنية، نشوفه مع بعض. عسلامة يا مزيانين، اللي ما بيعرفني فأنا وئام، ماجد عاد إليكم من جديد. عسلامة الناس الكل، كيف ما شفتوا في أول فيديو محمد قبلنا حكى مثل شعبي تونسي،
لكن بصراحة طريقة النطق مش ولا بد. لو كان يسمع تونسي ينتحر. لذلك أنا بصراحة قررت نتشمت فيه أكثر وأكثر وقلت لازم نحكي باللهجة اليمنية. محمد أبلان تشتيني أضحك لك صنعاني هي ما هو يا أخو مالك بتسوي ولا قل لك أتكلم من حق ياتو من حق عدن ولا قل لك أتخابر من حق إف قاقل قلك لمعلادي ولا قل لك بسجل لك ترانيم ريفية من حق تعز غريتني بالطول والجلافة قد كان معي حبيب قصير تحافة شمس الصباح والضوء لا عيوني خلي بخير والناس يفجروني رد السلام يا حالي الحواجب رد السلام بين الناس واجب فقولوا لي شنو رايكم هل نجحتوا أم لا في تقليد اللهجة اليمنية في نهاية المطاف نحب نقول لأخوتي اليمنيين وصلنا إلى فقرة الاستضافة والأسئلة السريعة ومعنا في هذه الحلقة فنان شاب بدأ الفن بسن مبكر شارك في الكثير من الأوبريتات الوطنية وعمل في مجال التطوع في العديد من منظمات المجتمع المدني ضيفنا هو الفنان محمد الأنسي يسألوني حبيبك وين وضع الحايل شتا وغضوم حلو وحب اسلوبك إذا أنا صوبك شي سوي فيني آه يا ويلي ودايما على هالحالة حالة لو ما لا يبي يفديني آه يا ويلي وحلو وحب سلوبة إذا نصبة عينك قافلتاني من تعب أحتاج عمري كي أرى بهما لا تحزني إن كنت مغتربا فأنا أسافر بين هفتهما أهلا بك يا فنان محمد الأنسي أهلا وسهلا بك نورتنا وشرفتنا في هذه الحلقة حبيبي أنا لي الشرف جاهز للأسئلة السريعة أكيد مستعدين بدون تفكير إذا ما فكرت ما بجاوبك يلا أول سؤال أوصف نفسك بكلمة إنسان شخصيات أثرت بها أمي أكثر سؤال يزعجك في مواقع التواصل الاجتماعي كم عدد المتابعين معك فنان تتمنى مقابلته اتمنى مقابلة حد فنان سواء كان حي او ميت ما يمنعك بس فنان تتمنى مقابلته كاظم ساهر اذا خيرت افضل الفن في اليمن اللحقي او الحضرمي او الصنعاني بصراحة كل فن يتميز بشيء معين الافضل الكل مميزين بصراحة ولكن إلي أنا يعني لا قلبي أنا الفن الحضرمي الحضرمي شيء تحلم فيه ولم تستطيع تحقيقه أستطيع الله أعلم يعني بحاول إن شاء الله بس الذي أحلم فيه إن أنا أعمل يعني والدي إن شاء الله هو من ضمن خططي إن أنا أعمل أقوم بإنشاء أكاديمية موسيقية إن شاء الله. في اليمن إذا عرض عليك منصب سياسي ماذا تتمنى يكون؟ وزير الثقافة لحظة سعادة ها؟ لحظة سعادة لحظة سعادة؟ أيوة معك لما اشوف ان انا دخلت السعاده على قلوب الناس هذه تعتبر لي اكبر سعاده او لما تتكلم معي لحظه حزن لما اتكلم معك طيب 1-0 موقف محرج
موقف محرج، في مواقف كثيرة يعني، أكثر مواقف اللي عانيت منها خاصة لما خرجت خارج اليمن. لما نطلع فوق الأسانسير كذا ونشوف حد شكله كذا ماليزي مش عربي، فبنبدأ نحش عليه، والرجال ما شاء الله كان عايش في حضرموت في اليمن. رجع يقول لا شكرا جزيلا. طيب موقف مؤثر. اخي ما فيش مواقف انا تاثر فيني بصراحه. طيب اكثر انتقاد سمعته؟ اكثر انتقاد سمعته كثير، بس اكثر انتقاد سمعته يقولوا لي انك متكبر. للامانه يعني، بالرغم من انه هذا الشخص اصلا عمره ما لقاك وعمره ما جلس معك، بس مجرد شافك بالسوشيال ميديا بياخذ عليك نظره. هذا طبيعي حاصل. طيب اكثر وسيله تواصل، اكثر وسيله تواصل تستخدمها؟ الواتساب. الواتساب. شهاده او جائزه فخور فيها؟ ها، شهاده او جائزه فخور فيها؟ شهادة لا إله إلا الله. الله أكبر. عمل ندمت عليه؟ إيش؟ عمل ندمت عليه؟ أول عمل فني لي اشتغلته كان عبارة عن أغنية ترحيبية، اشتغلتها مع موزع ما بقولش اسمه علشان ما نسمع فيش، لأنه الآن تطور يعني، فكنت ندمان أن اشتغلت هذا العمل، بس مجرد ما كنت تسجله جيت أسمعها على طول لغيت العمل. ندمت. كليب السلام، ايش سبب تأخر عمله؟ اها. هات. طبعا عمل السلام بدأت اشتغله في قبل الحرب بثلاث ايام. قبل يوم 25 او 26 يوم الحرب. فبدأنا نشتغله، طبعا شغل كله كان خاص. بدأت الحرب، قالوا قال لي صاحبي انت قدك زي الجسمي يعني، بدأت تغني و الحرب بدأت. طيب هدف محمد الأنسي في الحياة؟ هدف محمد الأنسي، في هدف كثيرة، بس تقدر تختصر شيء يعني أساسي منه هو إدخال السعادة في قلوب الناس اللي منه. هل تعيش قصة حب؟ ايوه اكيد اعيش قصة حب، وان شاء الله على مشارف الزواج. يعني نقول للمعجبين وداعا. ها؟ تقول للمعجبين وداعا. طيب تفضل الزواج. هات 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 هات، معك مساحة. هات شوف، كل المعجبين بصراحة كل المعجبين ما بيعجبوش علشان بس شكلك، ممكن علشان الطرح اللي بتطرحه، علشان المواضيع اللي بتحطها، علشان اشياء كثير يعني. معجبين الامل بيروحوا صح. طيب يلا، تفضل الزواج التقليدي او عن حب؟ شوف، التقليدي صراحه افضل الزواج اللي عن حب. عن حب. أجمل مكان زرته؟ اليمن. ما صحة، هل سنشاهد عمل جديد لمحمد؟ أي إن شاء الله قريبا بإذن الله، بإشتراك مع المخرج الرائع أحمد بن يحيى إن شاء الله. صفة فيك تزعجك وحابب تغيرها؟ إيش هو؟ صفة فيك تزعجك وحابب تغيرها؟ كسل، فيني كسل عنيف، والدليل ان انا صحيت قبل نص ساعة. طيب نحن الان كأول استضافة لك في برنامج كيبورد، نتمنى انك تسمع لنا مقطع بسيط من ألبومك الجديد ونختم معك في هذه اللقاء. اسمعك شيء من فين؟ من ألبومك الجديد السلام، او الكليب الجديد السلام. شوف يلا يلا. طيب من السلام، ضروري من السلام. ها لا قصدي خليها حاجة. طيب من خارجها. حاجة ثانية بس تهديها لبرنامج كيبورد وفريق برنامج كيبورد وكل المعجبين برنامج كيبورد ومعجبينك. ما سمعتك يا ترى.
الغنية تكون إهداء لفريق كيبورد وبرنامج كيبورد ومعجبين كيبورد ومعجبينك. حبيبي يا قلبي يمشي. طيب كذا بنتهز الفرصة وبغني الموال اللي دائما أغنيه. هات هات. خصوصا من بداية الحرب اللي حصلت علينا. تفضل. أنا حلمي بس كلمة إن يظل عندي وطن، لا حروب ولا خراب، لا مصائب لا محن، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا لليمن، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، يا يمن وانت حبيب وانت عزي وتاج راس، أنت يا فخر المواطن والمناضل والسياس، يا يمن وانت حبيبي وانت عزي وتاج راسي، أنت يا فخر المواطن والمناضل والسياسي، أنت أعظم وأنت أغلى وأنت أعلى من الكراسي، وكمان أنت الأغلى وأنت الأعظم من الكراسي يا محمد الهنسي. شرفتنا في هذه الحلقة، نتمنى أنك تكون بدون مآسي وتكون سعيد في حياتك. حبيبي يا كرم الله عطيك العافية وما قصرت، وشكرا للطاقم اللي تواصل معايا وشكرا لكم جزيلا. شكرا لك يا محمد الأنسي. وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج كيبورد، نتمنى أن نكون قد وفقنا بها، وننتظر تفاعلكم معنا عبر صفحة البرنامج، الظهر رابطها أسفل الشاشة. بالأخير هذه تحياتي أنا كرم باحشوان، وهي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم المشارك في الحلقة. نلقاكم على خير الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين كونوا بأمان وسلام، إلى اللقاء.